الإرهابي أبو همام لتراه ذليلا بيد القوات الأمنية. أبو همام ارفع راسك، ليش انت سويت فيني هيك؟ ليش؟ لينا أنا يا زبيع، أنا كنت 14 سنة لما انت اغتصبتيني. ارفع راسك، انت عندك اخت، عندك احساس وعندك شرف. انا كنت 14 سنة، انا كنت عمر بنتك او ابنك وعمر اختك، انت دمرت حياتي، اخذ مني كل شيء اللي انا احلم فيه. كان يوم من الأيام أنا كنت بإيد داعش بإيدك، بس هسا أنت خلي أنت بتعرف شنو هو العذاب، شنو هو التعذيب، شنو هو الوحدة. إذا أنت كان في عندك شوي إحساس ما اغتصبتيني لما أنا 14 سنة، أنا كنت بعمر ابنك بعمر بنتك. بعد ذلك اللقاء الذي حمل جرح الماضي والمستقبل على حد سواء، تذكرت فيه أشواق كل تلك الصور المؤلمة لها ولشقيقاتها وباقي الأيزيدية الذين تعرضوا للجور على يد التنظيم الإرهابي داعش. ابتسمت بعد سؤالي لها عما إذا كانت تتوقع أن تلتقي بمغتصبها يوما. بس مزيار روجاكي أسببي، لم أكن أتوقع أن أرى أبو همام مرة أخرى في حياتي، لكن هذه كانت أمنيتي في الحياة، فأنا لم أكن أرغب بأن يقتل كي يعيش نفس العذاب الذي عشته. ولن أنسى دور الحكومة العراقية وجهاز المخابرات الوطنية العراقي الذي حقق أمنيتي، وهذه لم تكن أمنيتي فقط، وإنما أمنية كل الأيزيديات المختطفات.